عادة أسرع وأحسن في بعض الحالات وضبطه وتحكمه للمريض. 100%. دكتورة فرح، شو بيفرق أخصائي الأطفال في طب الأسنان عن طبيب الأسنان العام في معالجة الأطفال؟ وين ممكن يكون في فائدة عالية للمريض للطفل هذا إنه يشوف أخصائية أطفال بدل ما يشوف طبيبة عامة أو طبيب عام أو أخصائي؟ فشو الفرق؟ هو اختصاص الأطفال أصلاً ردي هو إشي يعني تخصص من تخصص الأسنان اللي بس بيعالج فئة عمرية معينة، يعني من أول سن لبني لآخر سن لبني، وهدول نحن بندرب أكتر من غيرنا، مش يعني مش أقل من مش أكتر من غيرنا يعني كفاءة بس بهذا الإشي. أكتر إشي يعني بنراعي المرحلة النفسية للطفل، السايكولوجي تبعت الأولاد اللي هو ضبط المريض، البيشنت مانجمنت إحنا بنسميه ضبط المريض بالزبط. أو كيف إحنا كأطباء المريض من ساعة ما يفوت للعيادة بنقرأ حركات جسده، لأنه كلها بتكون دالة. كل طفل بعمره، إيش نفسيته، إيش بفهم، كيف تقدر تحكي، إيش تسمي الأدوات، لكل واحد طبعاً لفئة العمرية. مثلاً شو ممكن تحكي للطفل اللي راح يشوف مراية الأسنان والنكاشة؟ شو بتقولي لهم أنت بالعادة؟ بدك تعرف أنا شو بحكي. لا أنا بعرف شوي، بحضر لك كمان مرات الدكتور فرح تقول معي معلقة والنكاشة، شو بتقولي لهم؟ هاي لا هاي بسميها نكاشه على فكره. بتقوليها نكاشه. بس لازم تعرف انه الاز والوز الماشينز السياره وال لما تحفر بتقول لهم الاز والوز، ما بتقول راح احفر لك هلا، يعني ما بتستخدم كلمات ثقيله على الطفل عشان ما يصير عند الطفل رده فعل مزعجه من طب الاسنان او من هذا الاجراء اللي هو لمصلحته، وكثير اهالي بيعانوا بهذا العلاج. كمان الاطفال بحبوش يسمعوا كلمه ابره يمكن كمان. اكيد هاي القرصه بس مبدئيا كمان يعني نحن بتسموها قرصه، مش بنسميها انا، لا كل واحد له اكيد كل واحد له تكنيكه، كل اخصائي بيستخدم تكنيكه. بس كمان نحن بنفرق بشغله انه نحن بنشوف الاطفال اللي عندهم مشاكل بالتطور، يعني لما تكون انت بس بتشيك اطفال او مثلا عم تفحص اطفال بصفي عندك خبره بالطفل اللي عنده تاخر في واحده من المراحل العمريه، تطور اجتماعي، تطور الفكري، يعني هذا يمكن بيميز طب اسنان الاطفال اكثر من غيره. يعني في زملاء طويلين بال بيشتغلوا يعني بيرفكتلي، بس يمكن هدول الاشياء بتميز اخصائي الاطفال طبعا، هي يمكن بتعمل فرق كبير. اعزائي المشاهدين، لما طفل صغير يكون في جو محبب للعلاج وبكون بيحكي بلغة بسيطة مفهومة له، ما بنحكي معهم كأنهم يعني لا يفقهون شيئا لأنه هذا خطأ، بس بنحكي معهم بلغة مفهومة سلسة لهم فاصل وبنرجع لكم أطباء على الهواء، حلقة كتير حلوة، خليكم معنا. عدنا من جديد، اهلا وسهلا فيكم في اطباء على الهواء. حلقتنا اليوم كثير حلوه، عم نحكي عن طب الاسنان، بلشنا بنصيحه صغيره عن عده الاختصاصات وكيف انه فريق من الاطباء ممكن يساعد مريض على حل مرضه او تساؤله الطبي. معنا اليوم برجع بذكر دكتور علي ابو نعمه، اخصائي معالجه العصب وجذور الاسنان او المعالجه اللبيه من جامعه مانشستر، ومعنا الدكتوره فرح اخصائيه طب اسنان الاطفال الجامعة الأردنية. أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية. بدنا نبلش بموضوع حلقتنا لليوم. موضوعنا اليوم الرئيسي مش بس طب أسنان، بدنا نحكي عن إشي بهمكم كلياتكم، كلكم عانيتوا منه، أكيد كل بني آدم مشى بهاي المرحلة ومرت عليه، ألا وهو الألم في الأسنان. ما بدنا نقول في الفم لأنه الألم في الفم متعدد. رح نقلص الموضوع نحكي ألم الأسنان، ايش ممكن تكون اسباب مش اسباب الالم، ما هي، خلينا نقول شو انواع الم الاسنان دكتور علي؟ هلا انواع الالم في الاسنان، طبعا في الم له علاقه بالاسنان وفي الم له علاقه بالفك اللي هو التي ام جي بسموه، او الفك الصدغي. نعم. المفصل الصدغي. هلا لا خلينا احنا نحكي عن الالم اللي له علاقه بالاسنان. هلا الاسباب كثيره طبعا، اهمها
تسوس الأسنان. هلأ تسوس الأسنان له نوعين، في نوع يحتاج فقط أنه بس نعمل له حشوة، وفي نوع بيحتاج إلى علاج العصب. هلأ كيف المريض أو الشخص ممكن يعرف أنه هذا الألم بده علاج عصب أو هذا الألم بده دلائل؟ إذا ممكن نعطيك دلائل لأعزائنا المشاهدين أنه هم يستدلوا ممكن أدي درجة ألمهم جادة. بالضبط. هلا احنا منبسطها دائما بنسال المريض عندك الم خلال الليل بيزيد اثناء الليل ما بيخليك تنام؟ هلا اذا كان جوابه نعم بنعرف انه هذا عاده له علاقه بالعصب. اما اذا بحكي لك لا بس أنا لما اشرب مي بارده لما اكل إشي حلو بيجي الالم وبيروح خلال ثواني، هذا بيكون الم ممكن علاجه عن طريق الحشوه العاديه اللي هو بنسميه ريفرسبل بالبايتس اذا كان علاجه بالحشوه، او ايرفيرسبل بالبايتس اللي هو غير معكوس. الغير معكوس نعم. هاي بالنسبه لانواع الالم. طبعا في الام لها علاقه باللثه، ممكن بعدين تستضيف اخصائي لثه ويشرح لنا اكثر عنها هي برضو بس بزي. ممكن تعمل الم بالضبط زي الم العصب، الام اللثه احيانا. طب كيف اللي بيوجعه عصب السن ايش بيجي بيشكي المريض البالغ بالعمر؟ يعني عادة الأطفال هلا رح نوصل للأطفال ونسألين كيف بيعبروا لك عنهم لأنه عندكم مقياس مختلف في الأطفال، بس بالكبار إيش ممكن الشكوى؟ كيف ممكن تيجي الشكوى إنه يا دكتور أنا عم بحس؟ هلا عادة التهاب العصب ممكن يكون التهاب بكتيري أو التهاب عادي بالأنسجة العصبية. هلا الالتهاب البكتيري عادة بيكون في انتفاخ بالوجه أو حوالين السن مرات، او مرات ما بتلاقي مثلا زي حب صغيره طالع فوق السن بكونش المريض حاسس فيها، بتكتشفها بالفحص الروتيني. هلا خلينا عاده المريض بيجي بقول لك انا موجوع طول الليل مش عارف انام او بقدرش اشرب مي بارده، الالم بيستمر مرات ثواني اكثر من 10 ثواني، مرات دقائق، ملح لجوج، الم لجوج بالضبط، لينجرينج بين. لينجرينج بين هذا الالم عاده يعني اول ما يجي المريض ويحكي لي هاي المعلومات بعرف انه بده علاج عصب. اما اجى بحكي لي والله يا دكتور الالم بسيط بس اشرب مثلا اشي بارد او اكل اشي حلو بيستمر لثواني معينه، ناخذ صوره اشعه بنفحص المريض بنطمن، مش كافي انه يكون قطعي انه الم عصب، ممكن طبعاً يكون في طبعا هو العصب سبب احساس المريض بكل الام الاسنان طبعاً. هلا في احيان شدته هي اللي بتحدد اذا كان هو بحاجه الى ترميم ام الى علاج عصب. في احيانا بيكون في التهاب بالعصب والمريض مش حاسس، اللي هي بتكون خراج في او تحت السن عاده المريض ما بحس فيه، بتكتشفه بصوره الاشعه. طبعا انت ممكن من خلال التاريخ المرضي للمريض وانت تساله يقول لك هذا السن وجعني بفتره معينه اخذت له مسكن واختفى الوجع. انا هون بحب يعني احكي للمستمعين انه مش كل سن بصير فيه ألم بس نكتفي بأخذ المسكنات او المضاد الحيوي. هذا غلط، هذا حل وقتي، هذا مش حل. انت هون بتخفي الاعراض ما بتخفي المشكلة، العدوى موجودة، المصدر موجود، سوف يعود وأسوأ وعلاجه سوف يكون اصعب يمكن واكثر كلفة على المريض. بدي اقطعك شوي دكتور علي، معنا اتصال. عمر تفضل انت على الهواء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. مساء الخير. مساء النور. يلا يعطيك العافية دكتور على البرنامج. أهلا وسهلا، الله يعافيك يا رب. والله حبينا نسأل عن سبب نزيف اللثة، الدم الإنسان لما يستيقظ من النوم بكون فيه نزيف. قبل النوم بصير معك نزيف باللثة؟ نعم، فأنا استخدمت جميع أنواع معجون الأسنان، جميع العلاجات. بتفرش أسنانك بانتظام؟ والله في اليوم يعني إذا بدي أقول لك خمس مرات. خمس مرات في اليوم؟ خمس مرات نعم. بتزور طبيب الأسنان بشكل دوري عشان تحافظ على نظافة اللثة والأسنان كل ست شهور بتعمل تنظيف يعني عند طبيب الأسنان؟ والله كل ثلاث شهور، وأنا ركبت أسنان يعني الفك السفلي جديد عند دكتورة يعني دكتور خاص. عملت تركيبات بالأسنان؟ نعم بس من أول قبل ما أروح على الدكتور الخاص كان في عملية نزيف لثة، فالآن حصلت هي الآن، بس بشوف إيش بدنا تنصحونا نستخدم اي نوع معجون اسنان او بدنا يعني نصائح منكم. هلا اوكي ان شاء الله وصلت معلومتك، مع انه هو شوي مش موضوعنا بس رح اعطيك جواب يمكن
وجيز شوي. بدي ارجع هلا نكمل قبل ما نعطي جواب لسيد عمر. بدي ارجع لدكتورة فرح. بدي اسالك عن الالم في اسنان الاطفال، كيف بتجيكي؟ ايش اول شيء خلينا نحكي برضو ايش الاسباب ممكن تكون الم الاسنان في الاطفال؟ اذا مش الم بالفم تقريبا اكثر شيوعا بيكون هو التسوس او الكسور في يعني نتيجه حوادث، نتيجه وقعات للطفل كنت عرض ل انكسر وكسر سنه مثلا وصار يتالم عليه. هذا اكثر شيء، يا اما تسوس او الحوادث عند الاطفال، يعني لما عم بيلعبوا بالمدرسة بالشارع ممكن يوقع على سن الطفل وهذا يؤدي لألم بالسن بسبب الكسور داخل السن أو بالعادة تسوس أكثر شيء. في أشياء تانية طبعا، تقرحات وهاي، بس مش بنعتبرها أكثر يمكن آلام الفم وليس الأسنان. بدنا نقول الفم بشكل كامل. إيش أكثر مسببات انا حاب اركز على هاي تسوس. على هاي الفكره عند الاطفال، ايش اكثر حالات عم بتواجهك في مجتمعنا الاردني الحبيب؟ ايش اكثر عاده سيئه عم بيعملوها للاطفال اللي عم بتسبب تسوس سريع لدى الاطفال، اللي ممكن الامهات والاباء يعني يسمعوها هلا يستفيدوا منها يحاولوا يخففوا على اطفالهم من انه يوصلوا لمرحله التسوس؟ على حته اشياء، كل عاداتنا احنا يعني سوري، عاده الاكل تبعتنا اصلا يعني مسببات تسوس. حتى لو الاهل عملوا كنترول وما اعطوه شوكليت، وهي التيتا بتعطي، جده بيعطي، العمته بتعطي، يعني نحن مجتمعنا الحلو فيه يعني شوي كله بده طعميه حلو، كله بده ندلل اولاد اخواننا علشان هيك يعني. فهي اكثر شيء تكرار يعني الحلويات، خلينا نقول بشكل طبعا باليوم رذم عالي او بكميه عاليه خلال ايام يعني وإذا ما كانوا بيحلو بياكلوا حلو، بيشربوا كتير أورنج جوس كتير عالي سكر، بيشربوا عصائر غنية بالسكريات مع قلة التفريش، النوم بالليل ونحن بناكل شوكولاتة، هاي كلها بتزيد يعني من التسوس. ناهيك عن أشياء مرات في أشياء جينية، الأسنان أضعف ممكن، اللعاب يعني في عندك عدة أشياء ما بتقدر تقول إنه هذا المسبب الأكثر للتسوس عنا، أو يعني نحن غير أطفالنا عن مجتمع التاني. في عادات مثلا لازم ياخد ابن صغير أو بنت صغيرة لازم تاخد أنينة حليب قبل ما تنام، وبتنام وهي عم تشرب أنينة الحليب. هلا هاي لقوها مجرة أسوشيشن، يعني كانت أكثر زمان كان يقولوا إنه أسنان الحليب أكيد هي اللي بتعمل تسوس. بتعمل، بس مش كل واحد كثير مأخوذة هاي الفكرة إنه هاي هي السبب تسوس الحليب، هذا الرئيس القاتل. بس هو بالعادة وان اوف الأشياء الميجر فاكتورز للأطفال الأساسية البري سكولرز اللي تعاون الحضانات قبل العمر قبل 4-5 يعني ما فيها السكريات اللي بياكلوها غير من الحليب، مثلا بتحط عسل الأم بالفيبروني عشان ينام أطول تخلص من الصوت، فيعني هذا أكيد بيسوي السن طبعا. فالكثير من عاداتنا اليومية هو تكرار السكريات وتكرار الحلويات، تكرار النشويات عموما، مع قلة التوعية على العناية اليومية، قلة العناية، استخدام فرشاة الأسنان بالطريقة الصحيحة، تكرار هاي العادة الصحية كمان ما عم بنركز عليه بمجتمعنا. بحب أقول لمشاهدينا الكرام إنه إذا بتحبوا تتواصلوا معي أنا شخصياً دكتور محمد عدنان خليفة وتوجهوا لي استفساراتكم عشان جاوب عليها بالحلقات الجاي، هيطلعوا قدامكم الإيميل على الشاشة moda.a.khalifa@gmail.com. شاركونا، ابعتوا لنا أسئلتكم استفساراتكم، إحنا إن شاء الله رح نخليها بالبال، رح نحاول نرد عليكم بالحلقات اللي بتيجي دورياً.